سلام وأول شكر لخادم الحرمين الشريفين نعم. سلمان بن عبد العزيز ولي عهده محمد بن سلمان بما قدموه لضيوف الرحمن الحرم الشريف، وما قدموه. وأكرر شكري لخادم الحرمين الشريفين ولي عهده بما قدموه من تعاون لحل قضية الشعب اليمني. تفضل. قضية الشعب اليمني ونشكرهم شكر لن ننساه دائما مدى حياتنا وحياة جهالنا من ما عملوا معنا، وندعي من الله ان عقلاء اليمن يندروا اليمن الى بر الامان من المشاكل دي فيه. يا رب. وهذا من حاب تسلم عليه اليمن؟ واسلم ان شاء الله على الشيخ سلطان العرادة وعلى الشيخ بن معالي ذياب بن معالي وجميع مشايخ اليمن كاملا، وندعوهم ان الله يألف بين قلوبهم، ان الله يألف بين قلوبهم الى المخرج. اللهم امين. اللهم خلينا